شغلنا في القاهرة 24 ومع يعني خاصتنا كده على المواقع، قلت انه ده خلى موسيماني يسأل السفارة هل هناك ما يمكن ان يكون حاجة رسمية؟ قيل له لم يأتي شيء، وإلا يعني ده التواصل بقى سهل مش هحتاج تلجأ، انما هو عمل ده يعني. وبالتالي المطروح هو محض إعلام، لكن اللي يقول لك بقى والخطيب وقال له نعمل نفس المعامله لو طلبوه مننا نرجع له هو الاول ونسال، لم يتم حتى الان. رسو اتحاد جنوب افريقيا على ايا من الرجلين موسيماني والراجل اللي كان الترينر معاه، لان المطلوب هناك خبير عالمي وياتي معه من ياتي، ومعهم مكرسي في دور محمد بركات يعني مديرا للفريق، والكل يعرف مكارسي نجمهم في التسعينات كابتن عادل كابتن ناصر. ليه بننقل وخلاص من الاعلام، وبالتالي يذهب الامر نحو ان الاهلي داخل على مشكله؟ ليه الوحيد اللي كسبان في الموضوع ده هو موسيماني ذات نفسه، لان موسيماني كان في فتره لا انت فورمه موسيماني ذات نفسه او كمدرب راجل كان عنده هزه حصلت قبل ماتش زي ما اتفقنا ماتش فيتا، كان لسه الناس بتفكر هو قد الاهلي ولا لا. بعد ما حصل ال 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 الهيصه دي على جنوب افريقيا بدا موسيماني يبقى بطل قدامه حلين، بدا يستعيد الصوره اللي الجمهور الاهلي كان عايزه فيه، كان عايزه اللي هو ده المدرب اللي ينفع للاهلي. اولا هيدرب جنوب افريقيا، لا انا هشتري الاهلي. حتى قال اللعيبه النهارده قالوا له انت هتمشي وتسيبنا، قال لهم لا انا موجود واللي عايز يمشي هو اللي يمشي. فموسيماني كسبان اولا بونت وقت 1-0، ثانيا الجمهور بدا يعشقه، ودي البدايه الحقيقيه اللي اتكلمنا فيها الاسبوع اللي فات. قلت لحضرتك اللي جاي بتاع موسيماني، اللي جاي موسيماني ده، لانه كده فعلا 1-0 ليه. ثانيا لو ان شاء الله قدم ماتش كويس في المريخ خلاص كده بقى يعني بقى البطل الهمام يعني. موسيماني اول المجموعه ان شاء الله، لان هو مش هيفرط في الانتعاشه النفسيه اللي هو وصل ليها اليومين دول. ده كلام مهم. كابتن عادل، واحنا في المقدمه وانت وفريق اعدادك كنا محضرين الحاجات، حكايه اللعب على اوتار الجماهير، فيذهب الخطيب لزياره في الاسكندريه لناديها يعني طبعا الكبير قوي سيد البلد وايضا سموحه، فيخرج من يدفع دفع يعني في مجلس اداره الاتحاد ويقول له الحق الاهلي جاي يعمل فرع هنا زي الاقصر عشان ياخد جمهور اسكندريه، فيخرج السيد عز الدين حسين. وانا الحقيقه شفت ان هو دفع دفعا، لانه انت وانت جايبني في الميديا بتقول لي الحق في حد جاي ياخد الاستوديو بتاع شلتوت، هتقول له اللي هيجي هنا اللي يفوت يموت زي بتوع الكوره زمان. تمام، ايه ده؟